يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن تحصل أذية من الشيطان على الرجل الصالح؟ وكيف نفسر ما يجري من بعض المسحورين والممسوسين من أذى الجن بالرغم من أنهم يقرؤون آية الكرسي؟ نعم، هذا حسب ما يقدره الله قد يكون عقوبة، المسلم يعاقب والمؤمن يعاقب، وتكون هذه عقوبة على ذنب ارتكبه أو معصية فعلها، فيسلط عليه الشيطان عقوبة له. نعم، إنما لا يسلط عليه تسلطا كاملا، لكن في هذه المسألة عقوبة له. نعم.